أم مريم تفضلي. الو، السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ، امي تحلمت ان اخوي جايب مصحفين كبار قران كريم ابيض، إيه مغلفه، كانها هديه مغلفه بابيض، زي بظرف ابيض او زي كذا. وجاء قالت امي اعطنيها، قال لا، هذه لبنتك، يعني لي انا. ايوه اخوي اسمه ضيف الله. ايه بس طيب، خير ان شاء الله، حياك الله مريم. ام فلاح تفضلي. الو، تفضلي. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. الله يعافيك. تحلمت كاني قاعده شاهد نعم. جبلين نعم. تحتهم حمم بركانيه، طيب، بس كان في ثلاثه قاعد، واحد يقطهم يطيحون، ماشي، واشوفهم لما طاحوا واحد منهم قاعد يبكي. انا على طول قلت اللهم اجرنا من عذاب النار. طيب، يعطيك العافيه. يا سلام. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لأم مريم، رؤية القرآن والابن هذا يقدم لأمه، ربما يرزق إن شاء الله بولدين حافظين لكتاب الله. قال سبحانه وتعالى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. وهذا صلاح في الجملة. قال سبحانه وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك والعلم عند الله تبارك وتعالى. أما أخت أم فلاح، الجبل يفسر برجل وجيه بشكل عام. أما قول الإنسان اللهم أجرنا من النار فهذا نجاة لك إن شاء الله، كما قال عليه الصلاة والسلام: من قال اللهم أجرني من النار ثلاثا قالت النار اللهم أجره من النار. والعلم عند الله تبارك وتعالى.